لضاقت بعينك قل الله أكبر، ما خاب من ضاقت عليه وترجى، من وكل أمره لله أمره تيسر، يرعاه ربي وين ما راح يرعاه، من قصر بدينه بنفسه مقصر، الله ما هو في حاجة العبد لاجاه، وإذا جزعت من المصايب تذكر الله اليمن حب له عبدي أبلاه، لضاقت بعينك قل الله أكبر، ما خاب من ضاقت عليه وترجى، من وكل أمره لله أمره تيسر، يرعاه ربي وين ما راح يرعاه. سلام سلام، يعطيك العافية. طيب حنا يعني باقي دقائق ونختم، لكن نخلي التلاوة في آخر دقائق الحلقة، قبلها بنعلن عن السفراء اللي راح يغادروننا اليوم لظلم يرجعون.